تأتي الآن مع اعتراض من الجانب الزامبي على الكرة الأخيرة. هنا الراية أتت من أكرم علي ويوسف سعيد ولجنة الحكام قيادة المباراة من يوسف سعيد. المحاولة الله جول 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 غرغام إسماعيل يضع الجول في هذه اللحظات والهدف الأول. الموسم بالمركز العاشر في دوري نجوم قطر. هنالك أمجد عضوان ينفذ هذه الركنية ينقل الكرة في منطقة الجزاء الرأسية. ثالث الأهداف للمنتخب العراقي بالدقيقة.